لأصحاب الهمم قدرات خاصة منحها لهم الله سبحانه وتعالى ليستطيعوا تحقيق النجاح في مختلف المجالات. وبالتركيز على الجانب الرياضي لأصحاب الهمم، نجدهم دائما في المراكز الأولى بالعزيمة وقدراتهم الربانية القادرة على تحطيم الصعاب. من هنا جاءت فكرة مبادرة مصر تستطيع لأصحاب الهمم، والتي تنظمها المهندسة سمر حسب الله. المبادرة تهدف لتنفيذ برامج سياحية لأصحاب الهمم في مختلف الأماكن من خلال منافسات رياضية بمشاركة الشخصيات العامة المحببة لدى المتنافسين. وقد انطلقت رحلات المبادرة تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والبيئة ومحافظة جنوب سيناء وهيئة تنشيط السياحة. الفنان أحمد فلوكس شارك في رحلة غوص بمحمية رأس محمد بشرم الشيخ مع البطل محمد كرم، أول داون سيندروم يمارس رياضة الغوص، وقام بعدة رحلات في أماكن ومحافظات مختلفة. واستغرقت رحلة الغوص بمحمية رأس محمد 30 دقيقة على عمق من 7 إلى 8 أمتار تحت سطح البحر. المبادرة أيضا تهدف إلى اختيار أبطال للتدريب على رياضات جديدة على أصحاب الهمم وتحقيق إنجازات فيها، وهو ما حدث مع النجمة نورهان عثمان بطلة التزحلق على الجليد. المبادرة لا يقتصر دورها رياضيا وسياحيا فقط، بل تهتم بالدور المجتمعي لأصحاب الهمم، لذلك يتم مشاركتهم في تقديم المساعدات والمشاركة في الأعمال الخيرية لفئات مختلفة مثل الأيتام في دور الرعاية والمسنين وغيرهم. توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعاية أبناء مصر من ذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة والعمل على إشراكهم ودمجهم في مختلف البرامج والمشروعات فتح الباب لأحلام وطموحات كبيرة لهم، إلى جانب استغلال قدراتهم الكبيرة في الرياضة والسياحة والنشاط المجتمعي. مصر تستطيع لأصحاب الهمم هي مبادرة لها أهداف عديدة رياضياً وسياحياً واجتماعياً كمان. هنعرف تفاصيل أكتر من ضيفتنا المهندسة سمر حسب الله مؤسسة المبادرة. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير عليك. ونورهان عثمان بطلة التزحلق على الجليد الجميلة حقيقي. صباح الخير نورهان. صباح النور. أهلا بيكي. أهلا بيكي. أنا مبسوطة أن أنتم معنا، وأنا لو تسمحي لي أبدأ مع حضرتك بس عشان الناس الأول تبقى عارفة المبادرة دي بدأت إمتى، هدفها إيه تحديداً فيما يختص كمان رياضياً. هي المبادرة الحقيقة ابتدت معايا من تقريباً من 3 سنين. كنت فكرت إن أنا عايزة أعمل حاجة تكون مختلفة وطبعاً تبقى لمصر كلها. كنت في المجلس القومي للمرأة، قدمت لهم فايل كامل عن السياحة المتاحة لذوي الإعاقة لجميع أنواع الإعاقات، بحيث إن إحنا يبقى عندنا مكان في مصر. كنت بحلم طبعاً يبقى عندنا مكان في مصر يبقى مهيأ ويبقى محطوط على خريطة السياحة العالمية، إن ده يقدر يستقبل الأفواج من جميع الإعاقات. نفذت أول رحلة كانت تحت رعاية وتحت مظلة المجلس القومي للمرأة في شرم الشيخ، وفعلاً سيادة المحافظ كان هو برضو راعي للرحلة دي أو للحدث ده، وابتدينا إن إحنا طلع بتوصيات إن شرم الشيخ تبقى مهيأة لاستقبال أفواج أو جميع الإعاقات. حلو جدا. ده كانت البداية. بعد كده ابتديت طبعا أنا سبت المجلس القومي للمرأة وابتديت أنا أشتغل لوحدي عشان في السياحة، من خلال عملت رحلات كتير جدا لأصحاب الهمم، رحلات قصيرة ورحلات طويلة في شرم الشيخ وفي الغردقة واسكندرية والفيوم واسماعيلية. عملت طبعا برامج كتير لإعاقات كتير، ابتديت احط ازاي اعمل برنامج لكل اعاقه، ايه الحاجه اللي تتناسب معاهم وايه الحاجه اللي مش هيستمتعوا حلو بيها. حلو جدا. من خلال الرحلات اللي انا كنت بعملها للولاد طبعا اشوف ان احنا في بنعمل ايه في الجولات السياحيه بتاعتنا. حلو. لا انا هروح للنقطه دي، بس انا حابه الاول فيما يختص هنا رياضيا ونورهان بقى تحديدا، لان يعني نورهان بنت جميله. انت عندك 19 سنه يا نورهان صح؟ صح. أيوة. وبتروحي وتلعبي تزحلق على الجليد بقالك من اول السنه دي تقريبا. ايوه. طب احكي لنا الاول، انا هروح اسمع منها عشان برضو الناس تبقى عارفه وارجع لحضرتك للتفاصيل. احكي بقى للناس ان نورهان دلوقتي عندك ملايين بيتفرجوا عليكي من النادي الاهلي. الاول بتحبي الاهلي؟ انا اهلاويه بصراحه. احكي لنا بقى وخلي الناس يعرفوا انتي اشمعنى رحتي لتزحلق على الجليد، وابتديتي امتى تحسي انك عايزه يعني تمارسي الرياضه دي؟ احكي لنا تفاصيل. وبتدرسي ايه كمان؟
اولا انا بشكر على الضيافه الجميله دي اولا بحضرتك، وشكرا للمهندس طن سمر. بجد هي الفكره ان هم اللي اختاروني في السكي ايجيبت، يعني طنط واختي انعام هم شافوني ان انا عاوز يعني انا العب اللعبه دي، بس انا ما روحتش سكي قبل كده خالص ابدا، يعني ما يعني دخلت المول ده كذا مره كتير جدا بس ما دخلتش في السكي، ابص عليه بس لكن ما بدخلش. فلما دخلت بقى بحس ان انا سعانه وايديا بتبقى متلجه ومبقاش قادره، فتعلمت ان انا دخلت الاول اتفرج على المكان الاول في السعه، وبعدين بدات تدريب ان انا مثلا البس السكي بورد والبس البوت بتاع السكي، وازاي ان انا اعمل تراينجل اللي هو المثلث وافتح اكتر، وبعديها اعمل فرامل، يعني المفروض ان انا ابقى دايس على رجلي جامد، ان انا دايس عليها موطيه جامد علشان القواعد كلها بقى الرولز كلها. هو التدريبات بتبقى كده، السيشنز بتبقى كده. فهي اللي كانت اول تجربه كانت سهله، يعني بتبتدي في السهله قوي، بعديها تبتدي بقى الاصعب. بس كانت اصعب حاجه ان انا كنت ركبت الكاكر اللي هو اللي هو بتطلع لفوق دي، تنط معاك لحد فوق، بس بتحصل وقعات كتير جدا، بتقعي كتير جدا، بتحس ان انت بتضحكي حضرتك، يعني تحس ان انت هتضحكي في الوقعه او كده. وقعتي بس مش كتير؟ ها يعني كتير شويه، يعني انا وقعت كتير شويه، يعني مره اتقلبت مثلا، مره وقعت، مره اتخبطت. كنت خايفه، كان في توتر شويه ان انا اركب الكاكر ده اللي هو واحده ورا بعض مثلا، او ابدا الاول وبعدها خلاص مش هبدا في الثانيه، ابدا بقى اتنين ورا بعض. دي كانت خوف شويه، ما كنتش متعوده في الاول، وبعدها اتعودت ان انا ما اخافش، وكانوا الكابتنز يشجعوني. انا كنت عايزه اشكر بقى الكابتنز اللي كانوا معايا. أيوة، كابتن مصطفى الزغبي، كابتن زورو احمد، كابتن اسلام، كابتن محمود، كلهم يعني كانوا بيشجعوني جامد جدا، يقولوا لي ما تخافيش. انا كنت بخاف من الارتفاعات بتاعه الجبل، يعني انا كنت خايفه، يقولوا لي ما تخافيش، عايش يا نور، ما تخافيش. انا شايفه في الفيديو ناس شايفه يعني واحده بطلة وبعديها بتعملي بتعملي بارالل، يعني بتعملي زي رقم 11 11 وتنطي. بس هي كانت اصعب حاجه النطه، بس وقعت منها مره، يعني هي دي صرختي كده مره واحده في الوقعه، فكانت اصعب حاجه يعني. بس دلوقتي انت خلاص بقى بروفيشنال، يعني صح كده؟ كنت هو ده المهم. برافو عليكي يا نورهان، انا جميله. ويعني باشمهندسه سمر حتى تحسي ان ده بيأثر نفسيا بشكل ايجابي جدا. طبعا ده شق مهم. طبعا هي طب الحمد لله ربنا وفقني في اختيار نورهان انها تعمل الرياضه، تزحلق على الجليد، لان هي رياضه صعبه جدا. طبعا. مش اي حد يقدر يعملها، وقعاتها صعبه. ازاي كان عندها ثقه ان هي تقدر تعدي من مرحله لمرحله وكل مره، وطبعا اكتر من ده كله ازاي تقدر تستحمل ان هي تقعد في درجه حراره ناقص 4 وناقص 5. التدريب بتاعها ساعات كان بيقعد لمده ساعتين، يعني بتتعب في النص وكل حاجه، وفعلا نقول لها كفايه نورهان، تقول لك لا انا عايز اكمل، لان هي لازم تقعد تتدرب لحاجات معينه عشان في الاخر توصل للحاجه اللي هو هيديلها عليها، اللي هيعلم لها عليها في الباسبور بتاعها، هم بيسموه باسبور، ان هي تعدي من ليفل لليفل وتعمل امتحان في الاخر وتعديه. طبعا حبيبه قلبي وقعت كتير، يعني انا كنت بشوفها بتقع كتير، ومع ذلك كانت بتقوم وتكمل، يعني حتى ما كنتش تقعد لحظه ترتاح فيها. بتعدي من المرحله للمرحله في وقت قياسي، يعني هو كان بيقول لي مثلا انها عشان تخلص ليفل لازم تقعد فيه عدد ساعات معينه، مش مرتبط بالايام. أيوة. يعني هي عدد ساعات حسب ما هتخلصهم ان شاء الله، تخلصهم في يوم، مش لا هي كانت بتخلصهم في وقت اقل من اللي هو بيقول عليه. وصلنا بقى لمرحله اللي هي تطلع وتنزل، عملتها الحمد لله. طبعا وقعت شويه في الاول، وبعدين وصلنا بقى المرحله اللي هي بتعمل اتنين ورا بعض. ده كانت الانجاز، ده كان انجاز. برافو. انجاز يعني ما شاء الله. اصعب حاجه في الاول ان هي كانت اتنين ورا بعض، كانت يعني انا حتى بعت فيديو في الاتنين ورا بعض ازاي انها تنزل وتقدر تتحكم في السرعه اللي تقدر تطلع بيها، لان لما حد بينط بينزل بسرعه جدا، ده تلج مفيش كنترول على الزحلقه. هي الحمد لله عدت من حاجه لحاجه. وبعدين الحاجه الثانيه اللي هي ترجع بظهرها، هي بتتزحلق مش شايفه، المفروض ان هي ترجع بظهرها لحد ما توصل للشبكه بتاعتهم وتقف. فالحمد لله لا ده احنا بنعمل حاجات جامده جدا. الحمد لله يعني الحمد لله. ومامتك بتكون معاكي وباباكي، مين من العيله بيبقى دايما معاكي؟ يعني اختي نعيم هي صاحبتي طبعا، واختي بتبقى معايا بره على طول. يعني بتبقى مكان مامي، يعني هي بتعتبرني زي مامي، يعني هي بتبقى معايا على طول مكان مامتي، لان هي مامتي ما بتقدرش، يعني ربنا يديها الصحه هي وبابي، يعني ربنا يخليهم ليا واخواتي طبعا.
هما يعني اختي يعني مامي وبابي ما بيقدروش ان هما يعني مامي ما تقدرش ان هي تروح معايا في كل الاماكن. مش كل التمرين. هي اختي انعام من وانا صغيره كنت طفله، مثلا كان عندي مثلا 6 سنين او 7 سنين كنت يعني بتبقى معايا بره على طول وبتبقى عارفه انا بحب ايه او ما بحبش ايه. هي بتتفرج بقى عليكي دلوقتي. طبعا هي بتعرف ان انا بحب ايه وما بحبش ايه، وبتبقى عارفه ان انا مثلا اقول لا دي حلوه قوي، لا اقول مثلا دي مش حلوه، لا دي مش هتعود عليها، لا تقولي واحده واحده هتتعودي عليها. فانا بحس ان هي في ظهري وسندي يعني. تحية الانعام كبيره جدا بجد، ربنا يخليكم لبعض. طب انت بتدرسي ايه يا نورهان؟ انا بدرس في مدرسه في هارفارد ايجيبت سكول كوليدج تبع مس امالي سليم، يعني عايزه اشكرها بجد وكل المدرسين. يعني انا مشكلتي بس الوحيده يعني كل الناس لما بتشوفني تقول لي انت حلوه ما شاء الله زي ما حضرتك بتقولي. أيوة كده. هي مشكلتي بس الوحيده في الدراسه، يعني انا عندي شويه صعوبات تعلم بس في الدراسه. لان انا كنت عندي مرحله يعني رب يعني اللي على بال ربنا يعني ان انا عدتها، يعني عدت الازمه دي لان انا رحت اتنقلت 4 مدارس. ويعني كنت رحت مدارس امريكان، مدرسه كينانا انترناشونال سكول اوف كينانا، دي ما كنتش مرتاحه منها لان كان في تنمر في المدرسه، كنت صغيره وما كنتش بحب المدرسه. ارجع من البيت اصرخ واعيط ان انا مش عايزه اروح المدرسه. دي اطفال بيبقوا مش فاهمين فبيعملوا كده بيتنمروا. لا واصحابي اللي انا ما اعرفهمش، يعني انا عارفاهم بس بيتنمروا عليا ويقولوا كلام مش لطيف، يقفلوا عليا باب الفصل، وحتى انا معايا موبايل او حاجه يقفلوا عليا باب الفصل. وما كنتش بحب المدرسه. المهم ان انت دلوقتي جميله وبطله رياضيه وفي مدرسه حلوه ومحققه يعني بطولات واحنا كلنا مبسوطين بيكي، جمهور الاهلي سعيد اكيد بيكي، انا متاكده. انا فعلا انا ده المهم. الله يخليكي. انا فعلا نسيت، كنت عايزه اقول لك حاجات تانية كتير، حتى احنا بعتنا لكم الصور اللي انا بعملها. ايوه كله نازل، بصي كله نازل، ما تقلقيش انت هتروحي تلاقي اللينك على اليوتيوب وفي الاعاده هتبقي برده معانا ان شاء الله. انا اتفضلي يا حبيبتي. انا اسفه جدا. لا انا كنت فعلا انا كنت موديلنج فاشن شو عارضه ازياء كمان. لا يا جماعه بقى لا دي بقى لازم اكملها لكم. نجمه كبيره. انا كنت موديلنج فاشن شو عارضه ازياء، كنت في فندق كامبنيسكي تبع شركه لاموده. يعني عايزه اشكر احنا عمالين نعمل اعلانات. ماشي كملي يا نورهان. انا كنت فعلا موديلنج فاشن شو عارضه ازياء، كنت بقدم في فستان ابيض زي فستان ابيض خطوبه يعني او عروسه، بس قدمتها والحمد لله يعني. حلو جدا. انا بقى هرجع لك تاني بس عايزه اروح ليكي يا باشمهندسه سمر. اهي الصور اهي. ايه الجمال ده ما شاء الله عليكي بجد. هروح مع حضرتك لان الاسم مصر تستطيع دي كانت اسم حمله او مبادرات عملها سياده وزيره الهجره. مصر تستطيع كانت كل مره بملف مصر تستطيع بالتعليم بابناء النيل وغيره يعني حقيقي. فيمكن هنا برضو الاسم متاخد من او يعني مصر تستطيع، هنا بنتكلم لاصحاب الهمم، فبرضو حاجة جميلة يعني بالزبط. الاسم مرتبط بملف في غاية الأهمية. هي حقيقة مصر تستطيع أن هم مهما عملوا لوحدهم أو كان في حد بيساندهم وبيدعمهم ما كانوش هيوصلوا للي هم بيوصلوا له ده من غير دعم من مؤسسات الدولة نفسها. يعني أي إيفنت بيعملوه بيبقى كبير طبعا بيتاخد عليه رعاية، أن هي تبقى تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة. هي اللي كانت كل الإيفنتات اللي عملناها لكل الأولاد كانت تحت الشباب والرياضة، لكل دي رياضات. وزارة البيئة برضو كانت راعية معايا للإيفنت بتاع محمد اللي هو الغوص، لأن طبعا كان الهدف منه مش بس إن احنا بنظهر بطل للغوص، إن احنا كمان بنعمل دعاية للمحميات الطبيعية عندنا من خلال بطل من أصحاب الهمم بينزل يلف جميع الأماكن اللي فيها غوص. طبعا هيئة تنشيط السياحة يعني في شراكة ما بين كذا جهة وده شيء وبعدين هم نفسهم الأولاد لما بيتكرموا من الدولة أو من يعني من المحافظ من سيادة الوزير، طبعا ده بيديرهم ثقة في نفسهم غير عادية، إن التكريم مش بقدر التكريم نفسه بقيمة اللي بيكرم. يعني بالظبط يعني أنا لو حد قدم لي تكريم، لو هو كل ما التكريم كان من شخص أو من مركز طبعا هيبقى بالنسبة لي قيمة أكبر. وحضرتك بتروحوا بقى دار مسنين دار ايتام. هم فعلا انا كنت برضو ابتديت معهم حمله ان هم يعني اصحاب الهمم كلنا طبعا بنطالب بحقوقهم. والدوله سياده الرئيس طبعا عمل لهم عام كامل وفي يعني الدستور تم العديد من الحقوق. انا حضرت يعني في الدستور لما كنت رئيس قومي للمراه اللي هي القوانين بتاعتهم كلها
كل حاجة حقوقهم في كل حاجة في كل نفس بياخدوه. طبعا سيادة الرئيس برضو وسط كل حاجة هم لهم الأولوية الأولى. ويمكن ده دفع ان في تغيير في الثقافة دلوقتي عندنا، يعني لو هي بتحكي بعض التوعية. المشاكل، لا دلوقتي الموضوع مختلف تماما. فطبعا هم زي ما لهم حقوق، اي حد في الدنيا عليه واجبات. الطفل هو عنده سنتين ثلاثه بيروح مدرسه، بيبقى عليه لما يروح عليه واجبات. في البيت الام مثلا بتقول اعملوا ما تعملوش، عليه واجبات. فلازم يبقى عندهم الاحساس ان هم زي ما بياخدوا لازم هيدوا، لان كل انسان لازم يبقى عنده مقدره على العطاء لحد لفئه تكون محتاجه. فاخترنا الفئه اللي تكون محتاجه ان هم ياخدوا منهم، اللي هم طبعا الايتام والمسنين. فابتدوا هم يشتغلوا حاجات بايديهم ويروحوا يقدموها للاطفال في يوم اليتيم. حلوه دي جدا حقيقي. وعملنا معرض كبير جدا، وباعوا في الحاجات بتاعتهم وخدوا الفلوس دي راحوا اشتروا بيها هدايا، وراحوا عملنا يوم اليتيم وكانوا هم اللي رايحين يوزعوا عليهم الهدايا. في رمضان برضو رحنا اكتر من مره دار مسنين، وراحوا قعدوا مع المسنين هناك، قعدوا يقضوا وقت معاهم، يتكلموا عن كنا جايبين دي جي. يعني كان يوم بالنسبه لهم احساس ان هم اللي بيدوا ده بيديهم ثقه في نفسهم اكبر بكثير جدا جدا من ان احنا بس نطالب بحقوق. حلو قوي، يعني بجد شيء محترم باشمهندسه سمر. طيب نور، هرجع نورهان. انا نور بقى، مش اسمي ده عليك نور؟ صح، شفت انا عارف. نور قولي لي، انت بقى دلوقتي حققتي حاجات جميله جدا و الحمد لله. الحمد لله طبعا، وكلنا فرحانين بيكي. عايزه ايه قدام بقى؟ ايه اللي نفسك تعمليه قدام؟ انا نفسي ان انا ان شاء الله يعني ان انا احقق حلمي ان انا ابقى بطله عالم في سكي ايجيبت. ونفسي ان انا يعني ليا رساله صغيره قوي، ان انا نفسي اقابل كابتن محمود الخطيب. الخطيب يعني انا ما شفتوش قبل كده خالص. انا نفسي شرف ليا ان هو يكون معايا في السكي ويتفرج عليا ويحضر الايفنت، وده شرف ليا بجد ان انا نفسي اشوفه واسلم عليه. ونفسي اشوف لعيبه الاهلي كلها. يعني انا اكتر لاعب بتحبيه بقى؟ هو انا كنت يعني انا ما كنتش فاكره لعيبه جديده اصلا، بس انا دايما اشوفه في التي فيز، يعني في التلفزيون. انا بشجع الاهلي، ما بشجعش اشجع حد تاني يعني. فانا نفسي ان انا يعني انا شفت يعني شفت شناوي، يعني شفت ان هو كان شفته مره، لكن شفته في التي في يعني لما كان. خلاص احنا هنختم بقى ان احنا نقول يعني تحيه كبيره من نورهان لكابتن شناوي، صح كده؟ نورتينا يا نورهان، انا مبسوطه بيكي جدا، واعتقد كل جمهور الاهلي مبسوط بيكي. ويا رب دايما كده كل حاجه نفسك تحققيها في المستقبل تعمليها يا رب. يا رب نفسي بس ان محمود كابتن محمود الخطيب اكيد هيسمعك، او الرساله هتوصل له ان شاء الله لما يبقى في وقت متاح باذن الله يقابلك. ده ان شاء الله يعني اكيد يسعدنا كلنا. نورتينا يا باشمهندسه سمر، ومزيد من التالق والخطوات المحترمه بجد يعني للنهوض بالمجتمع. حضرتك بتعملي شيء بجد محترم جدا. ميرسي لحضرتك على اللقاء ولاستضافتنا النهارده في اليوم العالمي للرياضه. صح كده يا فندم؟ صح كده. ومعانا ابطال يعني مصر كلها تفرح. طبعا انا بشكر حضراتكم، لان الفقره اللي جايه هيبقى كريم بقى لوحده، ومعايا ضيفين برده هينورونا، وانا هكون معاكم ان شاء الله انا وكريم بكره، وحلقه بقى نهايه الاسبوع من 10 الصبح. Hola.